المواطن الجزائري أيام العيد هي النظافة وكميات النفايات التي رميت يومي العيد. سنناقش هذا الموضوع مع السيدة نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بمؤسسة نتكوم للنظافة. صباح الخير. صباح النور. شكرا. إذا نسيمة يعقوبي، هل يمكن القيام بحصيلة ليومي العيد، أو كان طباع أول؟ أنت كيفاش عشتي يوم العيد وثاني عيد مع مؤسسة نتكوم؟ نعم، احنا كي نقولوا عيد الأضحى نربطوه كمؤسسة نظافة، نربطوه بزيادة الكميات جد معتبرة من النفايات المنتجة ليرميها المواطن في الطرق العمومية. وهاد عندكم حصيلة شحال من طن؟ عندنا يعني معدل ان معدل موين في الأيام العادية نرفدو 1500 طن في اليوم، في يوم العيد تلحق حتى 4500 طن في اليوم. دونك ما هاد الأعداد هلو الأرقام نشوفوا ارتفاع كمية النفايات. سي نورمال، لانه نعم عندنا كبش ورايحين نتخلصوا من بعض. هل لكن نعم بهذا واش انا نرمو الي غيزونابل، يعني شيء عقلاني، ام تشوفوه انه شيء يتجاوز ال وش هو يعني اللي رانا نشوفوه حنا دوكا؟ بعض المواطنين راهم والنسبة كبيرة نقولوا بلي يرمي بخاسك كامل، اللي نشوفوا لي زابا، نشوفوا الهيدورة يرميها بطريقة نقدر نقولوا عشوائية. الهيدورة مالغي قلنا لازم توضع في أكياس كما ملائمة وشغل أكياس مغلقة سوداء وكامل وتغلق جيدا تغلق بإحكام. جيدا. احنا رانا نشوفوها في الشوارع هكذاك مرمية، نشوفوها شفناها في باب الواد، في بالوزداد، في القبة، شفناها هكاك ومعروف إذا حطيتي وفي كل هيدورة، بلديات. إذا نعم حطيتيها وتبقى ساعتين أو ثلاثة، فالأرض رايحة يصبح لونها نعم غريب، يعني يعني احنا كي تتحلل. نهضروا على النفايات تاع عيد الأضحى اللي هي 100% مادة عضوية، ونزيدوا نشوفوا درجات الحرارة جد مرتفعة، هنا تقدري تقولي يعني ديغراداسيون فاسيل، تحلل سريع تاع هاد المادة، ومنها لينتج الأمراض. روائح الأمراض، روائح الكريهة. بيان سور سي دي ديشي اللي ما لازمش يقعدوا في الطرق العمومية، لازم هناك رفع هاد النفايات هل في الحين. الحاويات مثلا، النفايات، هل على المواطن هو أن يشتري هذه الحاويات باش يرمي فيها، لا أم البلدية هي التي توفر لا، الحاويات مؤسسة نتكوم ناتكوم هي اللي توفرها؟ والبلديات هما اللي يوفروا لكن الحاويات. ربما كانت غير كافية، شفنا بعض الصور أنه الأول يلحق يحط في الحاوية، اللي يلحق بعد 10 سوايع ولا ساعتين ربما يحط في الأرض. نعم، هي نسبة للارتفاع نعم الهائل نعم لهذه نعم الكمية. نعم باسكو لو كان ديروا يعني هي الحاويات بيان سور تنحط بطريقة مدروسة على حساب الكمية المنتجة في اليوم، لو كان نزيدو نديرو حساب تاع عيد الأضحى تولي العاصمة غير كامل حاويات. حاويات فعلا 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 بالنسبة لهذا الارتفاع فعلا. الهائل. لكن ربما يعاب على مؤسسة نتكوم أو مؤسسات النظافة بصفة عامة، أنا نقول وأنت صحي المعلومة، نعم هل اشتغلتم يوم العيد، ولماذا لم تكن هناك دورات لحمل هذه النفايات؟ مثلا على الأقل كل 3 ساعات أو 4 ساعات يمروا، أو في منتصف اليوم يمروا يرفدوا هذه الحاويات يعودوا. احنا مؤسسة ناتكوم سطرت برنامج خاص اليوم العيد، يومي العيد قبل العيد وبعد العيد، باسكو قبل العيد تاني كاين الفاليني تويك بيان سور هذاك تاع الاعلاف وكامل تاع صح المواشي، صح كانوا نقاط البيع وين كانوا تما كمية هائلة تانية من الموالين هما اللي خلاوها. نعم نعم هذا النوع من النفايات. ونهار العيد يوم العيد الأول يوم عيد، ثاني يوم عيد، وبعد العيد يعني حوالي اون سيمانه ابخي باش نكونوا في لا ستابيليتي نعم تاع نعم لي ديشي. والعمال خدموا بطريقة مستمرة، بصح لازم نهضروا على شيء نقولوا بلي هاد النفايات راهي تروح لمركز ردم النفايات اللي راهو بعيد على مركز النشاط حوالي 100 كيلومتر، نعم يعني مسافة الكاميون طويلة مسافة طويلة جدا. وما تشوف تقدرش تروح وتولي في ما كل تقدرش تروح، ما تقدرش دير عدة دورات. بون هاد العام لحسن الحظ مركز ردم النفايات خدم
24 سور 24، وهذا هو يعني هذا هو العمل اللي راح يكون مستقبلا. المركز الردمي يخدم اش 24، وبصح في يوم العيد احنا حتى اش 24 ما تكفيش. اش 24 ما تكفيش، باسكو 800 كاميون ا بو بري 800 كاميون يروحوا كاع على فوا المركز الردم، اللي قلنا اون موين تاع 100 كيلومتر. كاين لي مركز النشاط يكون 120 كيلومتر، هذه اون موين تاع 100 كيلومتر. دونك كاين ليلوانيومون تاع لو سونتر دونفيسمون تكنيك. بصح قضية العمال ولا السائقين ولا الشاحنات خدموا اش جيد. 24. وكما قلتي هناك النفايات، وهناك النفايات التي تتحلل وهي اللي تسبب بالأمراض والروائح. قلتي قبل قليل أن المواطن بكري كان يرمي كما قلتي ربما غير القرن تاع الكبش مع بعض ربما الزوائد، لكن الآن كما قلتي تشوفي الحاويات أو تشوفي ربما أكياس النفايات تلقاي فيها من كلش، الدوارات تلقاي فيها الكبدة ربما أحيانا إذا كانت غير صالحة للأكل نعم. تكون يعني مريضة. هل هاد الأعضاء تترمى في النفايات أم كما كنا نسمع يعني يستحسن أنها تدفن أو ربما توضع في أماكن خاصة؟ احنا قلنا لهم المواطن، قلنا لهم هاد النفايات توضعوها في أكياس مغلقة، باسكو ماشي كاع المواطن يقدر يدفن ولا يقدر، كل واحد يعجز يقول لك انا ذبحت يعجز نزيد الماء. كاين لي باسكو السيسيو اوربان تاعنا ما فيهش بزاف وين يقدر يدفن هاد النفايات هذه. احنا قلنا له يوضعها في اكياس ملائمه، هذا هو الدور تاع المواطن. لانه تركها بطريقه عشوائيه راح نعم. نشوفوا قطط وكلاب اكرم كيلو. الله المشاهد اكيد يجي ياكل منها، قد يصاب بامراض يتنتشر هاد العفو. النفايات تكون يسورس تاع بليزيوغ مالادي، كاين لاغاج، كاين بليزيوغ مالادي انفكسيوز نعم. اللي تقدر يعني تكون سبب في سبب في انتشار انتشار نعم الأمراض. يعني. وشفنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي دائما لأنه ربما هي اللي راهي عاكسة أو مرآة المجتمع، نعم. أنه كثير من الأسر لقاو كبدة، لقاو في أعضاء الكبش أشياء يعني ما تصلحش كي تترمى. فحقيقة يعني هنا دور ربما البياطرة، دور البلديات من أجل توعية المواطن أنه هذه النفايات إلى متى يتم رميها بطريقة عشوائية، الهيدورة نعم يعني غيرها من ال مالوغوزمون يعني هادو هما الظواهر اللي انا نشوفوهم في عيد الاضحى. هاد النفايات ترمى بطريقه عشوائيه في الطرق العموميه، هنا وين لازم يكون تحسيس مكثف، ماشي نات كومبرك اللي دير عمليه تحسيس، لكن كما قلتي كل القطاعات، مديريه الصحه تاع البياطره، مؤسسه نات كوم، الكل. كما احنا نات كوم درنا عمليه تحسيسيه قبل عيد الاضحى اللي جولنا في الاحياء وكامل، مدينا يعني اون سونسيبيليزي لي سيتوايان كيفاش كيفيه الرمي تاع هاد النفايات كان فيه صدى؟ واستعمال الاكياس. كاين بصح قعد توجور الاستثناءات شوفي اللي هو ليسونسيال في عيد الاضحى يتخلص من النفايات تاعو، يخرجها من البيت تاعو. بصح حنا تاني وضعنا كيما نقولوا هاد المناسبة لازم يكون تواصل مباشر مع المواطن، وضعنا أرقام هاتفية، وضعنا إن باج فيسبوك، بريد إلكتروني، باش يكون تواصل دائم مع المواطن. وحقيقة أنا نتابع صفحتكم عبر صفحة الفيسبوك واتصلت بيك يعني نعم. من رمضان لأنه أكم تقوموا بعمل، لكن نعم. ربما لا ماس تاع المواطن ما لحقتولهاش، هذا هو الإشكال ربما. حتى أنك قبل في الكواليس قلتي لي أنه ولا واحد خرج في عطلة قاع تحسبا ليوم نعم. العيد، يعني تحية لعمال النظافة نعم. في مؤسسة ناتكوم، لأنه أكيد المهمة غير سهلة، ثم تخافوا أنه تتوجه لكم أصابع الاتهام، تقوموا بمهامكم، لكن للأسف هكذا وتبقى بعض ربما نقائص النقائص التي وي جوستومون حنايا كيما قلنا حتى العامل كامل تجندو في هذه المناسبه، باسكو حنا بحكم التجربه على بالنا الكميات المنتجه في هذه المناسبه، ونقولوا ونعاودوا سورتو درجه الحراره المرتفعه، طبيعه النفايات، ازدياد كميه النفايات. دونك اول حاجه هي اموبيليز كامل لي زاجون تاع النيتوامون، مي يقعد توجور نقص النقص، وهذا اللي
شغل كتفنا يعني كما يقولوا لي ميثود التواصل مع المواطن باغ تيليفون. يعني كانوا هناك عدة مكالمات هاتفية خلال كامل جيد. فترة تاع وش نوع العيد. الاتصالات؟ نوع الاتصالات باغ اكزومبل، هادي نعطيك ان اكزومبل باش جراح يقول لك فوالا لي ديشي هنايا المواطن خرج دوكا النفايات، الان خرج النفايات راهو ان بوان نوار قدام داري، وهكذا شغل تكون انترفونسيون تخي بيان ايميديات. تخي بيان. كانت في بير خادم تاني نفس هذا. نتمنى أن تتعمم هذه المبادرة عبر كامل بلدية القطر الوطني، لما لا؟ نعم وأيضا نقطة أخرى، انقطاع الماء هو اللي خلى أيضا انتشار الروائح وغيرها. مهمة مؤسسة نتكوم هي ربما جمع النفايات وتروح، لكن تنظيف مكان النفايات أمر فظيع، يعني بصح نتكم دونك غياب. تنظف ترفع النفايات، وسطرنا ان بروغرام دو لافاج اللي حتى الان راهم لي كاميون سيتيرن يتجولوا في الاحياء جيد. ويقوموا بعمليه غسل الطرقات، نعم، لان هذه هي العمليه الجد مهمه في هذه ليس المناسبه. فقط نعم ليس نعم فقط حمل النفايات وإنما نعم تنظيفها، عمليه الغسل، الغسل. نعم، غسل الطرقات. شكرا. إذا سيدة نسيمة يعقوبي المكلفة بالإعلام بمؤسسة النظافة ناتكوم، يعطيكم الصحة، الله يسلمك شكرا، ونتمنى لكم التوفيق أكيد في مهامكم، ليست إن شاء الله. بالمهمة سهلة، ليست لذلك سهلة، ربما ذكر وشكركم قليل. نتمنى أن المواطن يعي بمعاناة عمال النظافة والمؤسسات القائمة على هذه المهمة الصعبة، خاصة في المناسبات التي تتضاعف فيها كميات النفايات. أكرمكم الله، أشكرك مجددا. مشاهدينا، إذن بهذا وصلنا إلى ختام الجزائر هذا الصباح لهذا اليوم. تحياتي وتحية الطاقم العامل معي، عيدكم مبارك مجددا، أعاده الله علينا باليمن والبركات. برامج الشروق نيوز متواصلة ببرامج متنوعة أكيد. تهلاو في روحكم في البلاد، السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، الاعزاز والهيلين،